بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا إخواني أخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين صحيحتكم؟ لاباس أموركم؟ على خير وبخير نتمنى إن شاء الله بإذن الله. هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف، وكل شيء يكون بخير على خير يا ربي الحبيب. شكرا لكم خوتي العزاز على الكومنتات ديالكم، على الكلمات ديالكم الزوينين، كيبقيتم على الخلعة ديال الزلزال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون كل شيء على خير وبخير، والله يرحم الشهداء اللي ماتوا يا ربي، ويجعلهم الشهداء ويتغمدهم الله سبحانه وتعالى بالرحمة ديالو يا ربي الحبيب. وتعازينا الحارة الناس اللي تفقدوا لهم ولادهم ووالديهم وعائلتهم، والله سبحانه وتعالى يجعل مثواهم الجنة يا ربي، ويرحمهم ويوسع عليهم خوتي العزاز. هذا النهار مع نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. هذا الفيديو خوتي راه كان عندي مسجل، راه ملي ضرب الزلزال خوتي العزاز رحنا ما صورت صراحه حتى شي فيديو، كنحطي الفيديوهات اللي كانوا عندي مسجلين هكا، هي المهم كنمونطيهم وصافي. هذا الشيء اللي كاين خوتي العزاز، راكم عارفين ما كتبقى كاينه لا تصوير لا حتى شي حاجه، هي بحكم القناه راكم عارفين صغيره وكتبغي طيح. هذا الشيء باش كنبغيو نديرو فيديوهات خوتي العزاز باش ما طيحش القناه وصافي. هادشي اللي كاين، اما الامر لله سبحانه وتعالى خوتي العزاز. هنايا نشارك معكم واحد الكغاطان جواريه اللي عديرها الصراحه، انا غنصورها يعني كيف ما قلت لكم، راه كان عندي مصور ديجا هاد الفيديو، هي كنمونطيه لكم وصافي. هادشي اللي كاين خوتي العزاز. هنايا كنوريكم هاد الشبانه، هادي راني عاد كنت كيخديتها من صورت الفيديو، كنت خديتها وقلت نشاركها مع خوتي العزاز وخواتاتي اللي متبعيني. هادشي اللي كان خوتي، وشكرا لكم اللي انضم للقناه ديالي جديد، كنقول لكم مرحبا بكم، الف الف مرحبا. كنظن نتمنى القناه ديالي تكون عند حسن الظن ديالكم. هنايا خوتي العزاز غتصاوب الكغاطان كما شفتوا الجبانه اللي وريتكم، صراحه الله زويونه، غاد خديتها كنت حيت ما كانش عندي الصراحه وخديت وحيده. هنايا غتصاوب الكغاطان بالمقارونيه، درت شويه ديال البزار وشويه المليحه وزويت روميه هنا في الماء، حطاتو يعني طيب يغلي باش دير فيه المقارونيه تسلقها هي الاولى. كلشي تبارك الله كيعرف يصاوب الكغاطان. هي كنت شاركت معكم الفيديو خوتي العزاز وصافي. هادشي اللي كاين هنايا، من بعد ما غلى الماء وحطت داك المقارونيه خواتها، هنا درت كيلو انا ديال المقارونيه جبت لها وسميتو حطاتو تما كاين يطيب كما قلت لكم، دار شويه ديال البزار. وهنايا عتصاوب لاصوص اللي عتخلطو مع المقارونيه حتى هو باش دير به الكغاطان، دار شويه ديال البزار شويه ديال الفلفله حمراء كما كتشوفوا مليحه. خلاص راه تبارك الله ما شاء الله كلشي كيعرف يصاوب الكغاطان. هنا درت واحد راس معلقه ديال الكمون عاد دير زويته. هنا درت مطيشه ديال القوق محكوكه، ودارت يعني شويه ديال المطيشه ديال القوق حتى هي مطحونه ومخلطه مع واحد جوج معالق ديال مطيشه الحك، وعاد تزيد واحد المعلقه في التالي. هادشي اللي كان خوتي العزيز. المهم مطيشه ديال الحك، مطيشه القوق، هنايا شويه ديال الثومه بودره كما كتشوفوا، عاد استعمل شويه ديال الزعتر. هنايا في الطبيس الكحل عندي الطون، هنا في هاد لاصوص خوتي العزاز قلت لكم مطيشه محكوكه ومطيشه مسلوقه ومخلطه مع مطيشه ديال الحك. المطيشه اللي كنكونوا كنسلقوها هكا، كنجيبوا ديال الخوك كنسلقوها وكنطحنوها. دارت شويه كانت عندي في الفريكو راكم شفتوا، درتها هكا شويه ومخلط معها حتى مطيشه ديال الحك. غتخليها درت معها كما قلت لكم شويه ديال البصل شويه ديال الكمون زويته، الزعتر حكت عليها شويه ديال الزعتر، والمليحه بطبيعه الحال ما تنساوهاش، يعني ما تملحوش، راه كتكون الملحه كلشي، ما ديروش الكميه ديال الملحه بزاف. هنايا في المقارونيه حتى هي دار شويه الملحه، يعني كلشي كدير فيه شويه شويه الملحه باش يجي بنين، هي ما تكثروش الملحه وصافي. راكم عارفين الطون مالح. هنا المقارونيه راه كتسلق، لاصوص ديال مطيشه راه كيطيب، يعني الطون دارته تما كاينه في الطبيصل. من بعد ما تسلقت يعني المقارونيه دخلها الطياب، كتخليوها تدخل الطياب، ما كتخليوهاش تعجن بزاف، كيدخلها في الطياب وصافي. كتحيدها هكا، كتخوي عليها شويه ديال الماء بارد باش ما تعجنلكمش من بعد ما كتسلق وصافي. عاد تكمل الكميه الاخرى حتى هي، بس عاد تصاوب ان شاء الله الصلصه ديال البيشاميل على حتى هو تبارك الله كلشي كيعرف يصاوبها ما شاء الله. هي كنشاركوا معكم كما قلت لكم النهيار ديالي وصافي، وكنتمناو الخير يا ربي الحبيب كما قلت لكم. نطلب في الله سبحانه وتعالى يرحمنا يا ربي، ويبعد علينا الوباء والبلاء يا ربي الحبيب، ويحفظنا ويحفظ المسلمين اجمعين. هادشي اللي كان خوتي العزاز. ديك لاصوص راه طاب حتى هو كما قلت لكم، زادت واحد المعلقه ديال مطيشه الحك حيت كانت دارت هي الاخرى اللي قلت لكم مطحونه مع مطيشه الحك ما فيهاش بزاف، زادت واحد المعلقه صافي. هنايا المقرونيه حطيتها كتقطر هكا واحد شويه بعد ما سلقت هكا مليحه كما شفتوا، خوات عليها شويه ديال الماء بارد صافي، كتحرك كتشوفها واش معجنه ولا لا. لاصوص تبارك الله راه طاب حتى هو ما شاء الله، جا غزال، خلاته حتى طاب وتشحر على خاطر وعقد مع ديك الزويته وتلبى. هنايا اسماء كتحك الفرماج، يعني الفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر، انا خديت لهم طريف طريف من هنا، خديت الموتزاريلا داك الطرف هكا صغير صراحه، خرجت تقضيت وخديته، وخديت طريف ديال الفرماج الاحمر.
هادشي اللي كان اخوتي العزاز هنايا غتصاوب ان شاء الله الصلصه ديال البيشاميل اللي باش ترافق بها هاد الطبق ديال المقارونيه. هاد الكغاطان هادي هنايا درت جوج معالق ديال الزبده. صراحه انتم الكميه ديال البيشاميل كتقع على حسب الكميه اللي درتو. هنايا كما قلت لكم انا درت سميتو كيلو ديال المقارونيه. هنايا الجبن عند اسماء حكاته في حكاكه رقيقه. هنا درت كرطون ديال الحليب وزادت واحد شويه من الكرطون، يعني بحال اللي درت كرطون ونص ديال الحليب. جوج معالق ديال الزبده كما قلت لكم خلات متذابو خوات عليهم الحليب. انا ما كملتش الكرطون يعني ما دارش بزاف. صافي كدير شويه ديال الملح شويه ديال البزار الزعتر راكم عارفين، وصافي كدير الطحين على حسب نتوما الكميه اللي كيكون عندكم. كما قلت لكم هنايا درت جوج معالق ديال الطحين ماشي بزاف، وكتخليهم حتى كيختاروا البزار. عدير واحد الفريميجه البزار ضروري ما تنساوهاش، كديروا الكميه ديال البزار باش ما تجيكم الصلصه ديال البيشاميل باسله. ديروا البزار وديروا الملحه والزعتر. صراحه انا كيحمقني الزعتر، هي كديروا انا كنقول لها زيدي فيها الزعتر. الزعتر قد ما درتو فيها قد ما كيجي صراحه كيعطي له كو زويون. صافي هادشي اللي قلت لكم اخوتي العزاز. صافي هنايا كما قلت لكم درت داك الطحين، درت الفرماج الحليب البزار شويه ديال الملحه سميتو الزعتر، حكاتو هكا ما بين يديها. صافي غتسنى دابا على الصلصه ان شاء الله باذن الله تختار. غدير فيها واحد القطعه ديال الفرماج درتها مثلث، داك الفرماج مثلث عادي درتها وخلاتها كذوب. وصافي شويه غتزيد عليه مي غتختار الصلصه غتزيد عليه الفرماج الاحمر والموتزاريلا، كتخلط شويه مع البيشاميل وكتخلي الاخرى ديرهم للفوق. وهادشي اللي كاين اخوتي العزاز. بعد داك لاصوص ديال المطيشه خلطته مع المقرونيه في البانيو، عفوا درتو في البانيو، خلطت المقرونيه مع داك الصلصه ديال المطيشه اللي صوبت اللي شفتو كتقلب المقيله، خلطتهم كلهم مع بعضياتهم. وصافي دابا بدات كتمنطي، يعني جابت داك السوبيره هكا غتمنطي الكغاطا باش ندخلو ان شاء الله للفران. كدير صلصه البيشاميل هي الاولى الطبقه التحتانيه، وكدير المقرونيه وكتولي دير البيشاميل، وكتبقى هكا حتى كتسالي ودير شويه ديال الفرماج حتى كتسالي، يعني حتى كتعمر الجبانه كامله حتى كتسالي الكميه كامله. خوتي العزاز راه تبارك الله كلشي كيعرف يدير شغله كما قال هي، كل واحد وطريقته صراحه، كل واحد وشغله. هادشي اللي كاين ما تبارك الله ما شاء الله الكغاطان اسهل ما يكون، كلشي كيعرف يصاوبها الصراحه. بالخضيره كتجي زوينه، صاوبها بطاطا مسلوقه بطاطا مقليه دنجال، كل واحد وكيبغي بصيله، كل واحد وكيبغي يديرها الصراحه بطريقته. كتجي هي كما درتي لها كتجي صراحه زوينه، بالخصوص الوليدات كيحماقوا عليها. هادشي اللي كاين. صافي هنا خوتي بقات كما قلت لكم كدير التفريشه ديال صلصه البيشاميل، ديال المقرونيه، ديال الفريماج، شويه ديال الفرماج مخلط كما قلت لكم الموتزاريلا والاحمر، حتى كتسالي مي كتعمرها كامله هكايا. صافي الطبقه التاليه كدير يعني البيشاميل ودير الفرماج صافي، وكندخلوها للفران. سهله كما قلت لكم سهله مهله. هي الصراحه هي ما دارش يعني الكميه ديال الصلصه بزاف، المهم جاتها ناقصه واحد شويه والحق ما عليه الصراحه جات زوينه صلصه البيشاميل، يعني ما دارش يعني بزاف. كانت كدير غير فرشه هكا صغيره. نتوما الا كنتو درتي الكميه كبيره يعني ديروا صلصه الكميه ديال البيشاميل، صراحه كتجي زوينه وكتعطيها البنه والمذاق كيجي ولا اروع، خصوص الا استعملتو فيها الفرماج بزايد كتجي بنينه وكتجي غزاله. هنايا الطبقه ديال الفرماج الصراحه التاليه اللي باش ندخلها للفرن قلت لها غير رشي لي الفرماج ديك الكميه كامله باش كيجي بنين وكيعطيها البنه والتعليكه وكتجي غزاله. وصافي عاد دردر عليها شويه ديال الزعتر من الفوق اللي بغاه، اللي ما بغاش بلاش، كيعطي المذاق والمنظر بجوج. وصافي كتدخلها للفرن، راه فيها كلشي طايب صراحه، الصلصه طايبه، المقرونيه طايبه، يعني كيذوب داك الجبن هكا. كتدخليها واحد ربع ساعه على الفران عافيه مهيله كيذوب الجبن وكتعلك هكا وتخرجيها وصافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله باذن الله، ولا عجبكم ما تنساوش من لايك والبارطاج، شاركوا مع الحباب والعائله ان شاء الله باذن الله، بارطاجيو ورفعوا في المنتدى لكن ممكن. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. وهنايا من بعد ما خرجت من الفران تبارك الله جات فنه الصراحه، الله غنحطوها ان شاء الله باش نتغداو بها. راه درناها للغدا اخوتي العزاز، تشهاو هكا الوليدات، قالت لي نصاوبها جيب لي هي القوام اللي عليا، خديت لها القوام هي صوبتها الصراحه الله، وجات غزاله وجات بنينه ومعلكه. كنتمنى تعجبكم اخوتي العزاز وديروها حتى نتوما لوليداتكم، اللي شهيتو الصراحه يسمح لي بزاف بزاف.
وشكرا لكم خوتي العزاز على الكومنتيرات وعلى الدعوات واللي كيقول لي قناتك زوينه. كنتمنى خوتي العزاز الله يجازيكم بخير، زيدوا الدعم القناة وديروا لايك وديروا اشتراك اللي ما اشتركش، وتخليوا لي التعليق ديالكم كيهمني وكيفرحني وكيحزنا باش نعطيكم المزيد. مغرش اخوتي تخرج كيحفزنا باش نعطيكم المزيد ان شاء الله من الفيديوهات. وشكرا لكم خوتي العزاز بزاف بزاف، تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. شوفوا خوتي الغاتن كي جات معلكه وغزاله وجات بنينه جات فن الصراحه الله، وهذا الشيء اللي كان خوتي العزاز. وشكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. كل ما كتب شي كومونتير الله يجيبها له في ميزان الحسنات. مع السلامه خوتي العزاز.